وشوط مهم يترقبه الجماهير ويترقبوا معرفة بطل هذا الشوط. انطلق هذا الشوط الرئيسي وأرحب بالزميل محمد بن عايض الصوت. شكرا ابو بريك. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله مساكم بكل خير وبركه. نجدد لكم الترحيب في انطلاقات المساء وهذه الامسيه التراثيه في ارضيه ميدان الشحانيه في انطلاقات وتحديات سن الكبار في الفتره الثانيه والاسبوع الثاني من خلال ايضا سباقنا المحلي الرابع. مشاهدينا الكرام، انطلاقات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا المساء الحاضرة مع سن الثنايا والستة كيلو مترات، أتت فن لتنتزع أول أشواط الأبكار، كانت أيضا صاحبة الشوط الرئيسي. ونهني مالك، نهني هجر الشحانية، ونهني أيضا الذهبي، نهني العملاق سلطان الوهيبي ايضا على انتزاع فن الشوط الاول الرئيسي. مشاهدينا الكرام، شوطنا الاول الرئيسي الخاص بالقعدان، نتابع هذه البدايه ونسير هناك مع الصداره ومقدمه الشوط مع خطاط هنا على اول المراكز لهجن الشحانيه بمتابعه محمد بن خالد العطيه هنا على البدايه والصداره. ثاني المراكز وصل شاهين هنا بأيضا هذا الانطلاق القوي لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني راشد بن عبد القادر البلوشي هنا من يتابع في عملية التضمير. ثالث المراكز أتابع الانطلاق والوصول بن زاهي، زاهي هنا لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فران هنا مع ثالث المراكز. رابع الأسماء هنا القادم والمنطلق مشاهدين الكرام، وصل ديلم لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد الوهيبي هنا القادم مع رابع المراكز. وخامس الأسماء هنا التقدم من إرسال لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان الثنايا في هذه الأمسية التراثية. نشاهد أيضا انطلاقات الستة كيلومترات. الله 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 يا البداية والصدارة هناك، الانطلاق مع البداية. أتابع شاهين هناك، شاهين ولكن ما زالت البداية، ما زال الانطلاق مع خطاط هناك لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. هناك المشاغب أيضا من يتواجد على البداية والصدارة. ثاني المراكز شاهين لسعادة الشيخ محمد بن خليفه بن سعود بثاني الثاني راشد بن عبد القادر البلوشي هناك من يتابعه. وثالث الاسماء هنا من تقدم، زاهي، زاهي والقادم بشعاره الزاهي بشعار هجن الشحانيه هنا من يتواجد ايضا مع زاهي وبمتابعه شبل جابر بن سالم بن فران هنا مع ثالث المراكز. رابع الاسماء وصل شباب، وصل شباب هنا في هذا النداء لهجن الشحانيه هنا يتابع في عملية التضمير سالم بن فاران المري. وخامسا تواجد مشاهدينا الكرام ديلم لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع خامس المراكز. نداؤنا الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا لمراكزنا المتقدمة، نتابع هذه الانطلاقات عبر قناة الريان الناقلة لمجريات وأحداث هذه السباقات والمنافسات على أرضية ميدان الشحانية. أعود إلى البداية هناك ومجريات البداية والتغيير هناك مع البداية. الله يا زاهي، زاهي بهذا الأداء، بهذا الشعار، بهذا الانطلاق هناك على البداية والصدارة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران. من يبدأ هناك مع زاهي، من ينطلق على البداية وعلى الصدارة في هذه اللحظات. ثاني المراكز أتابع خطاط هنا القادم مع
ثاني مراكز بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. وهناك من الجانب الآخر وصل شباب، وصل شباب مع ثالث المراكز لهجن الشحانية. وصل الذهبي سالم بن فاران المري القادم أيضا مع انطلاقة شباب هناك إلى ثاني المراكز. رابع الأسماء تواجد هنا في هذه اللحظات ديلم قادم لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي القادم مع ديلم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصل إرسال هنا مع خامس المراكز لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. وصلت الأسماء بدأت بالاقتراب من بعضها. الله 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 على هذا الأداء وهذا الانطلاق الذاتي إلى هذه اللحظات. أعود مع زاهي هناك على البداية على الصدارة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. ركز وتابع الشبل هذه البداية وهذه الصدارة مع زاهي هنا لهجن الشحانية. جابر بن سالم بن فران من يقوم بعملية التضمير ومتابعة زاهي في هذا الشوط. هناك على البداية وعلى الصدارة والثاني الأسماء وصل شباب هنا في ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. والقادم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام وصل ديلم هنا قادم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. رابع الأسماء هنا يتواجد خطاط لهجن الشحانية المشاغب في عملية التضمير محمد بن خالد العطية. خامس الأسماء هنا إرسال لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء. والانطلاق مشاهدين الكرام بدأنا بالاقتراب. خلاص زاهي هناك على البداية والصدارة. الله يا زاهي هنا في القيادة في الانطلاق هنا على البداية لهجن الشحانية. الله على أداء زاهي وانطلاقه المميز هنا على مقدمة الشوط. الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع هنا على البداية والصدارة. الله يا زاهي بدأنا بالاقتراب ولكن تابع القادم. وصل شباب، وصل هناك من الجانب الآخر لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران من يتابع ولكن القادم وصل ديلم لهجن الشحانية هنا بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي القادم مع ديلم ليشكل هذه الثنائية هنا على البداية والصدارة. رابع الأسماء هناك وخطاط لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية. والقادم إرسال لهجن الشحانية ولكن خلاص 1200 ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. الله يا زاهي، زاهي 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 هنا مع أول أشواط القعدان الشوط الرئيسي. هنا زاهي على مقدمة الشوط، زاهي بأدائه بشعاره هنا لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. ولكن ديلم هنا مع ثاني المراكز لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن شباب قادم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية. وصل الذهبي القادم هنا مع شباب مع ثاني المراكز. الله ولكن الله، الله يا القادم في هذه اللحظات. وصول مشاهدينا الكرام من إرسال هنا القادم مع ثالث المراكز لهجن الشحانية. وهناك أيضا وصول مشاهدينا الكرام من وسام لهجن الشحانية. الله يا الأسماء ولكن أعود مع زاهي. الله يا زاهي على هذا الأداء الأول هناك والانطلاق أيضا مع زاهي. بسم الله ما شاء الله أعلن أيضا هذا الانطلاق، أعلن الانفراد. الله 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 هناك مع زاهي لهجن الشحانية. الشبل أيضا من
أن يظفر بأول أشواط القعدان. الشوط الرئيسي هناك يسجل مع زاهي إلى هذه اللحظات. الله يا زاهي، هنا الهجن الشحانية ينتزع الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان الثنايا هنا مع لحظات الوصول واستراحته الأخيرة أمام خط النهاية. تهانينا والناموس الهجن الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران ثاني المراكز، وصل شباب الهجن الشحانية ثالث المراكز. كان الوصول من خطاط لهجن الشحانية، ورابعا مشاهدينا الكرام وصل إرسال لهجن الشحانية، وخامس المراكز كان التواجد من وسام لهجن الشحانية. خماسية شحانية في هذا الشوط الأول الرئيسي. مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا زاهي أيضا ولحظة أيضا وصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار، وكان أيضا انفراد كلي وتام عن بقية المراكز نتابع من خلال الإعادة، وأيضا نتابع قناة الريان هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. وتوقيت زاهي أيضا توقيت لحظة وصول إلى خط النهاية، هنا نتابع زاهي مشاهدينا الكرام 9 دقائق بالتأكيد 36 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية للشبل جابر بن سالم بن فاران. ثاني المراكز كان الوصول من شباب، من وصل ثانيا مشاهدينا الكرام ب9 دقائق و40 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للذهبي سالم بن فاران. المري ثالث المراكز، كان التواجد من خطاط من وصل ثالثا 9 دقائق 42 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة للمشاغب محمد بن خالد العطية. إذن مشاهدينا